اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطبخ المصري، وكل الاكلات لما بتكون المطبخ المصري لازم تاخد خفه الدم المصري في اعدادها وتنفيذها، يعني البهارات والطبق كده بيتكلم مصري. معدة الطماطم حلوه والقوطه بتاعتنا بتاعت اسكندريه اللطيفه الحلوه، نقول مجنونه يا طماطم في سعرها ولا في جمالها ولا في حلاوتها؟ في كل حاجه. طماطم دي نستخدمها في الشوربه يبقى لها طعم تاني، نستخدمها في المحشي يبقى لها طعم تاني، نستخدمها كل كيسيه مع الصلصات يبقى لها طعم تاني، كل استخدام ليها بتديك طعم، عشان كده مجنونه في الطعم وفي السعر. هنعملها النهارده محشيه باللحمه المفرومه والبرغل. كلنا عارفين البرغل ده عامل اساسي وعضو اساسي في عمل الكبيبه، هنستخدمه النهارده مع لحمه مفرومه، ونعمل النهارده الطماطم المحشيه باللحمه والبرغل، نحط عليها جبنه ما نحطش حسب الرغبه. معانا النهارده فاصوليا خضراء لطيفه وجميله من خير ارضنا. الفاصوليا جمالها وشكلها لما تخضر اكتر واللون الاخضر الفاتح ده وتتعمل سلطه، دي نوع من انواع المقبلات لازم ويحتى عليك انك انت تحطها في الثلاجه لمده ساعتين من الزمن علشان تستخدم الطعم والطعم بتاعها يظهر فيها، لانها شويه فيها الياف وقيمه غذائيه عاليه جدا. اللي عنده مشاكل مع الكولون ياكل منها، الفيجيتيريان اللي ما بياكلش لحمه ولا فراخ ياكل الفاصوليا الخضراء، جميله ولطيفه، هنعملها نوع من انواع المقبلات. معانا بوريك النهارده، البوريك فيه اقاويل كتيره وعايزين نحط النقط على الحروف في العجينه بتاعته. ممكن البعض بيعمله بعيش صاج، بعيش شامي، ويحط الحشوه اللي احنا حابينها، ولكن نعمل عجينه البوريك وندخل فيها الدقيق الاسمر الجميل الحلو اللي هو غني بالالياف، يبقى نص بنص، هتجد العجينه هنا طعمها يختلف وشكلها يختلف. هندعمها بحبه البركه، ويا سلام لو اتعملت بالجبنه القريش بتاعه الريف المصري والصعيد المصري، هنا بتتكلم مصر على اصولها. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقاتي فيها تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، والاكل النهارده مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ولكن خلونا يا استاذ رحاب بعد اذنك نطلع بمقادير الفاصوليا الخضراء سلطه علشان نبقى بالمره حطيناها في النار تتسلي. انا عايزك في المطبخ كده اكسبي وقت، ميه بتغلي اهي يا فندم، اهي في ايدي، اهي في ايدي، اهي حاضر. فاصوليا خضراء ده كله عشان المطبخ يبقى رايق وزي الفل. فاصوليا خضراء معانا، معانا فلفله ملونه، معانا زيت زيتون، عصير حامض اللي هو عصير الليمون، وملح وفلفل. ولكن كالعاده اتعودنا من الشيف المغازي تركايه لطيفه حلوه بتساعد على ان الفاصوليا الخضراء اللي موجوده على الشاشه بمقاديرها يبقى لونها اخضر فاتح ولطيف وجميل، هيبقى احسن من اللي موجود على الشاشه. البعض بيعمل الفاصوليا بعد ما تتسلي بيبقى لونها اسود، شكلها يعني يقفل الواحد منها، فانا ازاي اخلي لونها اخضر؟ هنشوف التفاصيل مع بعض مع الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ميه بتغلى على النار مبدئيا كده، ميه بتغلى على النار. الفاصوليا الخضراء يا اخوانا اهيت قمعناها، وتجيب الفاصوليا الخضراء تشتريها بنفسك. عيني حاضر اهو عشان ست الكل، ونسيب وتعالوا مع بعض بسرعه نعمل سلطه الفاصوليا الخضراء اللي احنا سلقناها مع بعض اهو على البلانشه بتاعتنا، ونبدا نشتغل. حلوه اهو، وادي الفاصوليا بتاعتنا الحلوه، خليها هنا كده، وشوف الخضار بتاعها وجمالها. ايه اللي ساعد على خضار الفاصوليا دي كده؟ وجود الملح مع ماء بيغلي. بتسلقي فاصوليا خضراء، بتسلقي بروكلي، الخضروات عموما، سبانخ، لازم تواجد الملح مع الماء المغلي. وتعالوا نعمل مع بعض طبق السلطه، يفضل وضعه في الثلاجه مش اقل من ساعتين قبل تقديمه على السفره. بصلايه زي دي كده تتقطع جوليان، شرايح، دي مصطلحات طهويه مالكيش دعوه بيها، المهم تتقطع بالشكل ده كده عشان البصله دي دلوقتي هنفركها مع توابل. حلو قوي، هناخد البصلايه دي كده لوحدها، اللهم صل على النبي، في بوله حلوه زي دي كده، ونحطها هنا كده. هي دي السر، سر في البصلايه دي كده وانا شغال اهو، واحده واحده عليها بقى كده اهو. فص ثوم ناعم، فين الثوم؟ اهو فص ثوم اهو، وني مش ثوم مستوي، خلي بالك. وعندنا يا عم الشيف زيت زيتون على البصلايه، كتري زيت الزيتون ما تخافيش، زيت الزيتون على البارد مفيش منه مشاكل.
وبنعمل ايه يا عم الشيف؟ ونحط شويه البهارات بتاعتنا من البابريكا، كمون عشان ممكن الفاصوليا دي شويه غازات، خلي بالك تحط كمون، فاصوليا خضراء برضو بتحتاج للكمون، وشويه الملح الحلوين، كل ده على البصله. خلي بالك اللي بنخطأ فيه ان احنا بنحط ده ونقعد نقلب في الفاصوليا، الفاصوليا بتتهري مننا الطعم في البصلايه اللي انا بتبلها دلوقتي. حطيت ايه يا شيف؟ ملح وفلفل وكمون، حلو، وعصير ليمون وزيت زيتون، ده كله على البصلايه. وامسك البصلايه دي يا عم الشيف ادلعها اخر دلع. حاضر يا فندم. حلو. كل ده مع بعضه. شويه بقدونس حلوين كده. الله، ايه اللي بعد كده؟ هنحط ده كله على الفاصوليا وخلصت السلطه بتاعتنا زي الفل كده يا عم الشيف، ونقلب ده. لازم التكنيك ده اللي انا شغال بيه. دي بقى المفروض يا عم الشيف تتحط في التلاجه ساعه زمن، ما ناكلهاش دلوقتي علشان ناكلها ونستطعمها. التوم النيه مع عصير الليمون وزيت الزيتون، ولكن هغرفها لحضراتكم دلوقتي، بس انت طبعا خليك احسن مني زي ما قلت كده، وتحطها في التلاجة مش اقل من ساعة. طبق التقديم بسرعة كده عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. حلو قوي. ممكن نزينها بقى بطماطم شيري حسب الرغبة، طبق حلو زي ده كده. يلا يا فاصوليا. الله، تاني المعلومة دي مهمة جدا، الفاصوليا دي مجرد ما تعمليها ما تغرفهاش، أنا بغرفها عشان الصورة الحلوة وإحنا مع حضراتكم على الشاشة، ولكن الصح يا شيف تتحط في التلاجة مش أقل من ساعة زمن، تبرد وتاخد عملية التبريد من التلاجة مع الفليفر الحلو اللي أنا حاطه مع البصلاية والتومة اللطيفة الحلوة. زي الفل يا عم الشيف، ونقدمها مع التزيين والبرزنتيشن. نعناع اخضر ماشي، طماطم شيري صغيره ماشي، زي ما انت عايزه. نعم يا غالي، ممكن تحط طماطم، ممكن تحط فلفل الوان، زي ما انت عايز. احنا معانا وقت، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده طبق السلطه معايا انا شغال فيه عينيا زي ما انا عايز. نخليها هنا كده. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه بتتكلم مصري، بداية من طبق المحشي اللي عملته، طماطم محشية بالبرغل، شفنا عملناها مع بعض ازاي، سلطة الفاصوليا الخضراء، البوكيه الجرديه الحلو الجميل الحلو ده من الفاصوليا والبصل والفليفر العالي من زيت الزيتون وعصير الحامض، البوريك بأفكار بسيطة وسهلة شفناها مع حضراتكم. رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.